عم شو قاعد عندي هو فوقعت كاسة الأزاز وانكسرت وشطبته. شوف منين يا حلو، لأنه نحن معلقينه صمديات فوق الكاسة، وقعت انكسرت ضربت مشان انكسرت وجرحته. عم صار نزل دم يا ويلي، سلمان وزن شي 200 كيلو والله يا يعني الحلال. حملته ورحت فيها مش فارق، حملته انت؟ انا 600 متر بالمشفى يعني هلندك، عم بركض فيه بطري، عم بركض فيه عم بركض فيه، هو ينزل دمه وانا اركض، هو ينزل دمه وانا اركض فيه، ينزل منه دم. هيك وصلت على المشفى، قال الدكتور انه ناوي راح يجيب علبه متي. قمت انا شو قلت له اعطيني هالعده، جبت الابره. لا ايه وبخيط لك جرحه. كيف قدرت؟ انا شايفها مره على اليوتيوب كيف بيقضوا شو. والله رديت حملته. اها لا هو هون صار بمشي صراحه، بس تعب شوي على الطريق يعني مشي ترك عليه. وصلت على البيت ولا امي عم تفيق الصبح قال بيقوم على المدرسه، طلع حلم. لا غليظ انت على فكره، كلها حلم. هاي هاي شو هالخدمات الحلوه بالمحل، حتى القهوه بيقدموها بطريقه استعراضيه. ميرسي ميرسي كلك ذوق. طمني استاذ، ان شاء الله في اي ما في هيك امورك تمام، الملاحظات الاكل يسلم ايديك. بس كان الستيك خلص انا رح اقول للشيف انه كان الستيك. شو بدك تقول له؟ كان شو؟ انه كان الستيك. الستيك كان بده شويه استواء يعني. حاضر حاضر. انا بالنسبه لي كل شيء بيرفكت عن جد، ميرسي كثير طيب اكلكم. منيح قصص؟ لا لا ابدا، كثير طيب ونضيف اهم شيء. يا اهلا وسهلا فيكم. في اي ملاحظه؟ انا عفوا الشيف اللي عندكم مو اسمه وسيم؟ وسيم خطيب. اوكي اوكي سلم لي عليه. ميرسي. تفضلي. في شب كان قاعد معي دخل على الحمام وقال له زمان جوا، فلو سمحت ممكن تستفقده؟ لازم هذا مازن شعراته سبايكي؟ ايه تمام. صاير معه شيء؟ لا مو صاير معه شيء، بس بصراحة انت مانك اول وحدة بيعمل معك هيك. شو يعني؟ هو بيعزم البنت وبيعمل لها طاولة كبيرة واكل وهيك قصاص، وبعدها بفوت على الحمام وبيختفي وبيهرب من الباب الثاني. والمعنى؟ في قلب الشاعر بدك تدفعي الحساب؟ مين بده يدفع الحساب؟ انا. واذا ما دفعت؟ تجلي الجليات. جيب لي الفاتورة. رح جيب لك فنجانة. خير شبك؟ حبيبتي أنا بدي أروح على الحمام. حمام شو؟ لا طول بالك، ما في روح على الحمام. ليش ما في روح على الحمام؟ لا لا عود عود هلا لفين، شوف فنجان القهوة ونروح على البيت. ما ريح لك ببيتك حبيبتي. ريح لي بس يعني أنا ما عاد أقدر. لا لا تحمل حالك تحمل حالك شوي، الله يوفقك. لا ما في روح على الحمام، ما في روح هلا. غسل شوي بعيوني، غسل خيل عيونك شو حلوة. بس حبيبتي ما عاد أقدر، عم أقول لك فرطت. عامل لك عود، ما في روح. المسؤولة عن الشيء اللي بده يصير إذا ضليت هون. شو بده يصير يعني؟ شو بده يصير؟ شو بده يصير؟ لا تفضحينا قدام العالم. أنت لا مو قصة فضيحة، خليك قاعد هلا شوي، هلا بتشرب فنجان قهوتك على رواق ونطلع هيك نتمشى بيطيب بطونك. ما في روح على الحمام، ما في روح على الحمام. لا بدي روح. عامل لك عود، ما في روح على الحمام، أنا فهمانة على هي الحركات، مو علي تعملها، مو علي تعملها، لا تخليني والله صوتي. وطي صوتك قدام العالم، فعلا وطي صوتك قدام العالم. نور بلا هون الحركات رح خليني اقوم على الحمام. عاملك ما في روح على الحمام، احسن ما انا اقوم روحها. وين جزدان؟ وين رايحه؟ بدي روح، انا هي الحركات ما بتمروا علي، بتجيبني بتغديني ومدري شو بتدللني، واخر شيء بتعمل حالك بدك تفوت على الحمام مشان تهرب، هي الحركات عيب عليك، استحي على حالك، انت زلمه محترم. لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي يا نور؟ معقوله؟ معقوله تفكري فيه بهي الطريقه؟ انا بدي اساوي هيك؟ اي ممكن تساوي هيك، ليش حتى ما تعمل هيك؟ انا اخر شيء توقعته، ليك انا المصاري على سرمايتي، بس ما حلو بحقي يجلي الجليات. تفضل تفضل كمل، اسف قطعتكم. لا لا ما في شيء، شكرا لخدمة المحل الرائعة، هذا الأستاذ قدامكم بإمكانكم تحاسبوا معه. إذا سمحتي بس في كلمتين حابب أحكيهم، أستاذ رضوان أهلا وسهلا فيك، بيسلم عليك عمو صاحب المحل، وبيقول لك بدك تقبل مننا اليوم العزيمة، وإنه الطاولة رح تكون على حساب المحل، لأنه انبسطنا كثير إنه أنت رجعت من السفر ورجعت تمرق لعنا وتقعد عنا. سلم لي على أبو سامر كثير، أبو سامر صديقي. سلمت. إذا لازمك أي شيء نحن موجودين، أهلا وسهلا فيكم.
عفوا شوي عفوا. ايه تفضل تفضل تفضل. نعم جيبك. احزن شو حبيبي؟ يي طلعت انا بدي فوت على التواليت كمان. بعد اذنك فيني فوت على الحمام؟ يلا يلا. يكروح هرب من الكشف. روح 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 رو